عبر مؤسستها الجامعية رسميا، حيث تستقبل الجامعات هذه السنة ما يقارب 1,265,000 طالب في كل الأطوار، منهم 256,000 طالب جديد ممن نجحوا في البكالوريا لهذه السنة. وسيتم توزيع الطلبة على 50 جامعة و13 مركزا جامعيا و32 مدرسة عليا و11 مدرسة عليا للأساتذة و51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى تخضع بيداغوجيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب 9 مؤسسات جامعية. جامعة الجزائر 3، كلية علوم الإعلام والاتصال، تم إلقاء المحاضرة الافتتاحية الأولى، وهي تتعلق بالتكوين والتعليم العالي وخاصة في مجال علوم الإعلام والاتصال. وبهذه المناسبة ألقيت محاضرة افتتاحية مثل ما قلت، تتعلق بالتكوين والتعليم العالي في مجال الإعلام والاتصال. وكما تعلمون يعني هذا ميدان كبير وعريض وعميق، يعني كل تتوفر في الدراسات الإعلامية. نعمل إن شاء الله على تهيئة طلبة جدد لتكوين يتماشى مع النظام الجديد، يعني النظام الـ